حياكم الله ينمقكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني عن خسارة حكومية وراء رفع سعر البنزين المحسن والسوبر. قال العطواني إن شركات توزيع المنتجات تخسر لأنها تشتري البنزين المستورد بسعر 1250 دينارا للتر وتبيعه ب 650 دينارا. كانت حكومة السودان قد قررت الثلاثاء الماضي زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 دينارا للتر الواحد والممتاز إلى 1250 اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيار الحالي. كشف البنك المركزي العراقي عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في الفيدرالي الأمريكي. بحسب وثائق صادرة من البنك، فإن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لحساب عراق 2 هو انتهاء تمديد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي الصادر في شهر أذار عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة للأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق آنذاك وانتهاء حماية الأمم المتحدة على أموال العراق. هذا وحذر البنك من أن غلق حساب العراق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يعرض العراق لخطر المطالبات الدولية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 46 سنتا ليصل إلى 83 دولارا فاصل 01 سنت للبرميل الواحد، كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 46 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و41 سنتا للبرميل الواحد. وارتفعت أسعار النفط العالمية مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر. قال صندوق النقد الدولي إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية حزيران القادم. وأضاف الصندوق أنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، حيث ستسمح كل مراجعة بصرف 1.3 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء المصري قد قال الجمعة الماضي إنه من المقرر إسلام دفعة أولية من الصندوق الدولي تبلغ 820 مليون دولار هذا الأسبوع بعد استقبال مراجعتين الشهر الماضي وبعد الاتفاق على زيادة حجم برنامج القرض. اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في 4.5 أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، مع اندفاع المتعاملين إلى التراجع عن رهاناتهم على أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المجلس الاحتياطي الاتحادي لهذا العام. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الاسترليني وثلاثة أقران آخرين بنسبة 0.02% إلى 105.02 بعد ارتفاع بنسبة 0.51% إلى 105.07 يوم الاثنين الماضي، وتراجع اليورو بنسبة 0.08% إلى دولار و.07 سنت ليصل أو ليظل قريبا من أدنى مستوياته، كما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.04%. لان هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام الى اسعار صرف العملات الاجنبيه واسعار المعادن.
نهاية والموجز الاقتصادي بأمان الله.